خوت مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا اللي فيه الرعب، فيه الكثير من الرعب، فلذلك الناس اللي عندهم قل من 16 عام بلا ما يتفرجوا فينا. فنبداو في القصة ديالنا. قصتنا على حارس المقبرة محروس. محروس هو واحد الحارس ديال واحد المقبرة اللي كان دوك الناس مأمنين على ديك المقبرة، وكيف ما قال واحد المثل المصري، قال لك سيدي حاميها حراميها، زعما اللي خلينا باش يحميها راه هو حراميها، زعما راه هو الشفار. فنبداو في هذه القصه ديال هذا المحروس. هذا المحروس هذا كان خداع، كيخلي الناس كيدفنوا وفي الليل مع الفجر. شي جن هذا راه يدير لنا ديرونجمون، شي جن راه يدير لنا ديرونجمون، خلاناش نحكيو القصه. فكان مع الفجر كيجي وكيحفر، كينبش داك القبر الجديد اللي دفنوه، وكيجبد داك الجثه وكيقلع منها الا كان فيه شي ذهب ولا عنده شي سن ديال الذهب. كيبقشلو فمو واش عنده شي سن ديال الذهب، وجايب معاه لقاط، جايب معاه عرفتوا سمو اللقاط، كاملنا كتعرفوا اللقاط، داير بحال البانس. جايب معاه داك اللقاط وكيفتح، وشوف صاحبي هذا اللي كيزعم على القبر ويفتح قبر ويجبد منه بنادم ويفتح له فمو ويقلع له سن ويديها، كيحلوا الفم ديالو، الا لقى عنده شي سن ديال الذهب ولا ديال النقره كيقلعها بداك اللقاط ويديها ويبيعها. بقى على هذا الحال مده طويله، ولكن كانوا كيجيو الجنون في الليل، يعني ملي كيمشي ناس ديما يحلم غير بالجنون، عمره يحلم شي نهار لقى الفلوس، ولا كما داك الاحلام ديالنا حنا اللي كنحلموا لقينا الفلوس نحلموا كنطيروا، لا هو كل نهار كيحلم الجنون، كل نهار يحلم الجنون. واحد النهار مشى للمقبره كما العاده ديالو، مشى مع الفجر وبقى كيسمع، بقى كيسمع مرتو كتعيط له فين دخل الكفن، وبقى كيجبد القبر يفتح الكفن، بقى كيسمع مرتو كتعيط له بحال راه تما في وسط المقبره. هو عنده الدار غير حدا المقبره، يعني حيت هو دايرين على اساس على المقبره، عنده الدار غير تما، ولكن كيسمعها بحال راه غير حداه. بقى كيسمع محروس محروس، فقال لها واه هاني جاي. ناض من القبر، خلى داك القبر هكاك ناض يشوف شكون هذا اللي عيط له، حساب مرتو مع سمع الصوت بحال الصوت ديال مرتو. ولكن ملي ناض لقى مراه طويله طويله على المراه ديالو، لقى مراه طويله ولابسه الكحل وزايده وكتزيد لعندو، ولكن كتعرج، يعني زايده وكتعرج، يعني ما كتمشاش نيشان، يعني فيها شي خلل في رجليها كتعرج. وملي شاف لها في رجليها لقى عندها رجلين ديال المعزه، ماشي رجلين بنادم. فتخلع وما عرف ما يدير، تبهض بقى في بلاصتو، ما قدش يتحرك رجليه، ما قدش يحركهم باش يهرب، رجليه ما قدش يحركهم باش يهرب. فزايده وكتزيد لعندو كتعيط له محروس محروس، وكتزيد لعندو وهو مات بالخوف. فجمع الشجاعه ديالو، جمع القوه ديالو ويهرب، جابها في الدار. قال لمرتو هاس موقع هاس موقع، قالت له غادي تشوف شي فقيه اللي يفك لك هذه الفكايه، شي راقي شرعي اللي يشوف لك هذا السيرفيس هذا، يبعد لك هذا الجنون هذا لهم يجيو. قال لا واش انت عبيله ولا اسمو هذه الخدمه هذه، واش نمشي نقول له انا نفتح القبور باش يجي المخزن يجمعني؟ قالت له لا ما تقولوش راه كنفتح القبور، انت قول له غير ديال الجن، قول له درك يجوني الجنون في المنام واسمو واسمو. داك الشيء اللي دار، مشى عند واحد الفقيه قال له ودي راه كيجوني الجنون في الليل وما يخلونيش الناس ويحرموا عليا وكذا منا ويقلبوا لي الراس وراه كيديرون جيوني ومنا. قال له داك الفقيه، قال له داك الفقيه قال له ودي الجن راه ما كيتعداش، قال له الا لا تعديت عليه انت ولا ديت له شي حاجه ديالو عاد اللي يتعدى عليك الجن. قال له الجن ما كيتعداش، قال له ولكن غادي نحصل لك الدار ديالك، غادي ندير واحد التحصين باش ما يقرب لك. جاء عنده الدار، بقى كيرش ما قاري فيه القران وكذا، بقى كيرش تما في الدار ويقرا القران وكذا. قال له صافي دابا عليك الامان. فمحروس صافي بحال اللي نقولوا عفا عليه الله، ما بقاش كيدير عطي ولا عطيها غير الصلاه والدين، ولكن كما نقولوا قال لك سيدي الشيخه ما تنساش هزت الكتف، سامعين هذا المثال هذا، ولا العوايد ديالو غير فات شي ايامات وحساب له فهمت. قال صافي انا الجن ما غاديش يبقى يولي لي، قطع الصلاه ويولي عاودي يولي للمقبره عاود، ولا لحرفته القديمه ما انساش حرفته القديمه، ولا هز اللقاط ديالو ولا عاود للمقبره عاود، هو ولا هما يوليو له عاود الجنون. واحد المره كيحكي
بانه دخل لواحد القبر، فتح واحد الكفن وقال لك سيدي ملي فتح داك الكفن وجا قلع له واحد السن، لقى عنده واحد السن ديال الذهب، ملي جبد ديك السن قلعها لقى داك خينا كيشوف فيه حل عينيه، داك الميت لقى الميت حل عينيه وكيشوف فيه، ما عرف باش تبلا هز ديك السن قال له دير اخي هذا راه ما ماتش متعادي، ربما راه مات انتحار ولا داك الشيء بقاو عينيه محلولين، ولكن راه كيشوف فيه ماشي عينيه محلولين بحال هاك، لا كيشوف فيه بحال هاك. تبهض ما عرف ما يدير، هز ديك السن وردك الكفن كيما كان وبلع داك القبر ومشى. واحد النهار عاود مرته مشات للسوق، مشات تصرف، مشات للسوق وهي جي فايت عليها واحد العجوزة، واحد المرأة شارفة جاي فايت عليها تما، قالت لها انتي فلانة؟ قالت لها واه. قالت لها الزوج ديالك سميتو مرزوق؟ محروس. قالت لها واه سميتو محروس. قالت لها قولي له للميت حرمته، وبقات ماشية صافي، بقات ماشية كتقولها للميت حرمته، للميت حرمته، للميت حرمته، للميت للميت حرمته، ماشي ماشي وكتقول لها قولي له للميت حرمته، قولي لزوجك للميت حرمته، ماشي وكتقولها. ديك السيده استغربت، قالت السيده انا الشارفه ما كنعرفها ما كتعرفني وجايه كتقول لي قولي المحروس للميت حرمته، فكاينه شي حاجه. مشات تجري للدار، سمحت في ذاك السوق، سمحت في ديك الخضره اللي كتشاريها ومشات تجري للدار. قالت له ودي اسمو، قالت لي واحد العجوزه اسمو، قالت لي اسمو، قالت لي خينا وخا هكاك ما قال هذي غير خريفه وكذا، ما داهاش فيها بحال اللي كما نقولوا غراتو الفلوس وغرو داك الذهب اللي كيقلع من السنين ديال بنادم، دوك السنين ديال الذهب اللي كيقلع ودوك الخواتم اللي كيبقاو في الميت وداك كلشي، داكشي بحال اللي غرو ما عماتو داك الفلوس عماوه على اسمو راه واقع. واحد النهار هو ناس وكيحلم بانه مشى للمقبره وكيسمع بان شي ولدو، بان ولدو كيعيط له، وملي جا باش يمشي توا ولدو، هادشي في الحلم، انا هادي حلمه باش ما باش باش ما باش ما نغلطكمش، هادي حلمه حلمها هو، حلم بان شاف ولدو كان في المقبره، هو كان في المقبره وحلم ولدو كيعيط له، ملي جا ماشي توا ولدو بقى ولدو كيخرج مرة منا ويغبر ويولي يخرج من الهي من القبر من الهي ويخرج منا مشيت هاد القبر هذا، فخينا كيمشي يجري منا كيلقى خرج من الهي يخرج منا يدخل من الهي، فاقمو شويه هو كيسمع عيط للمقبره، جا وصل داك القبر بقى يسمع كيعيط له بابا محروس من القبر، قال كيفاش ولدي في وسط القبر كيفاش هادي كيفاش. حل داك القبر، فتح داك الكفن، ومني قبل ما يفتح الكفن لقى داك الكفن كيتحرك والصوت زايد وكيجهاد، ما حد هو كيحل في داك القبر والصوت زايد وكيجهاد، ملي حل الكفن ما لقى والو. وشكون منين بقى يدور هكا بقى يدور يشوف بقى يقلب، هو كيبان له واحد واقف، شكون هو هذا اللي واقف؟ هذاك اللي قلع له السن، داك اللي قلت لكم بقى يشوف فيه، داك اللي قلع له السن وبقى كيشوف فيه، لقاه واقف وقال له ابنك راح بحال هكا، ابنك راح. فخينا تخلع ما عرف باش تبلى، وهو كيسمع مرته تعيط له، اللي ناض من النعاس ناض لقى مرته كتعيط له، خرج كان في البيت نعس، ملي خرج برا لقاها معنقه ولدو وكتبكي، لقى ولدو ميت، ولدو مات. شكون اللي قتلو؟ الجن والارواح. علاش؟ لانه ما عطاش للميت حرمته، وانه كان كيتعدى على حرمه الموتى وما خلى ما دار، وهذه راه عبره، هذه القصه هذه راه عبره، وكيقولوا بانها حقيقيه، وحتى لما كانتش حقيقيه خصها تكون عبره لهاد الناس اللي كيسحروا وهاد الناس اللي كيمشيو يدفنوا السحور في المقبره ويدفنوا الهم لكحل ويحفروا على بنادم ويقلعوا له يده. السحر الاسود راه هو ديال انك تقلع يد الميت وتصاوب بها الطعام. وتخيل صاحبي هاد القوم هادو اللي كيمشيو يحفروا على قبر ويقلعوا يد الميت ويصاوبوا بها الطعام، يفتلوا بها الطعام باش كيصاوبوا السحر الاسود. هذا السحر الاسود كيصاوبوه بيد الميت، راه تكونوا سامعينها. وكاين بزاف الصوالح، وشوف بنادم سمو كي يجيب له راسو انه يدير. فهذه هي القصه ديالنا، وكنتمنى ان القصه تكون عجبتكم وتكونوش تخلعتوا بزاف باش ديروا لنا جيم، ما تخلعوش غير ديروا جيم. وتحياتي لكم، وتهلاو في راسكم وما تكونوش بحال محروس. يلا تحياتي.